إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي قناة شفت بقناة الشحفاد البث المباشر هنا مباشرة من رحاب القصر الملكي العامر بتطوان. التطوانيون ومجموعة من المواطنين من مختلف المدن المغربية جاءوا خصيصا لمشاركة عاهل البلاد في احتفالات عيد العرش المجيد. طبيعة الحال فإلى جانب التطوانيين فكيف قلنا كاين زوار المدينة، وكذلك كاين واحد العدد كبير ديال الآباء والأمهات والعائلات اللي جاوا باش أنهم يحضروا على تخرج الأبناء ديالهم يعني الأفراد من العائلات ديالهم. كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، فالمئات من المواطنين جاءوا خصيصا لمتابعة أولا حفل التخرج الخاص بالضباط المتخرجين اللي غادي يؤديوا قسم التخرج. ومساء هذا اليوم ستشهد ساحة المشوار السعيد هنا بمدينة تطوان كذلك حفل الولاء. وطبيعة الحال فمعنا أحد المواطنين اللي غادي يقربنا الأجواء وشنو تقول هذه المناسبة سيدنا وجميع المغاربة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجواء مفعمة بالنشاط، مفعمة بالفرحة، احتفالات غير مسبوقة بهذا حفل الولاء اللي غيتقام بعد قليل. الناس هنا جد فرحين مسرورين، كيتفنوا بطرق الاحتفال، ونتمنى يجوز هذا الشيء في أحسن الأحوال. وكما كتشوفوا الناس تبارك الله عليهم جاوا بكثره وبكثافه باش يشاهدوا هذا المشهد او هذا حفل الولاء، اللي متشوقين باش كيستناوه بفارغ الصبر باش يترأى جلاله الملك هذا حفل الولاء. ونتمنى من الله العلي القدير يدوز كل شيء بخير وعلى خير. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. تحياتي. شي دعوه مع سيدنا؟ الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله يطول له في عمره، الله يحجبه، راه حاج الديان هذا، الله يشافيه من عندي يا رب. انتم هنا يا تبارك الله، الصباح بكري، مع تويت العشاء الصباح كنا هنا، مع العشرة كما كتشوفوا الاستعدادات كانت يعني منذ الصباح الباكر، يعني بعد الثامنة والاستعدادات قائمة، اللي الحمد لله والشكر لله السلطات هيئة وسائل النقل بوفرة اللي بغى يجي، والحمد لله الناس لبوا النداء لأنه كانوا فارح وكانوا كيستناو هذا النهار بفارغ الصبر. وكما شفتوا البارحة وأول البارحة واليوم الناس متفرغة لهذا الحفل هذا، ومتفرغة باش تشاهد هذا المشهد العظيم هذا إن شاء الله. إذن متابعينا الكرام، هذه الأجواء مباشرة من محيط القصر الملكي العامر هنا بمدينة تطوان، والأجواء تبدو جميلة جدا. وكيف كتشاهدوا فهذا هو محيط القصر الملكي هنا بمدينة تطوان، فالاستعدادات على قدم وساق لبداية حفل أداء القسم الخاص بالضباط المتخرجون، والضيوف والمسؤولون يتوافدون على ساحة المشوار السعيد. كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، نتمنوا إن شاء الله أننا نكون وفقنا من خلال هذا المباشر، وغادي نحاول أننا ننقل لكم كل صغيرة وكبيرة. كيف كتشاهدوا معنا هم المسؤولين يتوافدون على ساحة القصر الملكي العامر هنا بمدينة تطوان، لأن الأجواء تبدو جميلة جدا في هذه المدينة الهادئة، المدينة الجميلة التي مرة أخرى تحظى بعناية مولوية خاصة ويختارها جلالة الملك محمد السادس نصره الله باش أنها تحتضن حفل الولاء وكذلك حفل هذوما الضباط المتخرجون. كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام وهم يتوافدون على ساحة المشوار السعي. كتسمعوا معنا يعني الزغاريت والصلاة والسلام على رسول الله. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا.
عاش الملك، 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 عاش سيدنا، عاش سيدنا، عاش محمد السادس، عاش محمد السادس. واش سي وهبي؟